كل قرار له تبعاته، فكر بشو تبعات القرار تبعك. في اسمه اصلاح تدريجي بالاداره عامه، في اصلاح تدريجي. مش تيجي تقول لي والله انا الان بنزل عدد الطلاب الناجحين من 58,000 داخلين 23,000 ولا 27,000 وكل الناس اللي بياخذوا 65 ادخلهم، تيجي تودي لي انت مع الاسف الشديد استخدم المصطلح زباله الطلبه. لازم بدل ما انت تساعدني انا اتحمل. يا سيدي العزيز، في هناك ثمه متخذين قرار يتسموا بالغباء الشديد، بفكروا فيك انت كقطاع خاص بانك جسم مفصول عن الدنيا، انت جاي من المريخ وهم من الارض وهم الوطنيون وانت خائن الان لانك تساوي مصاري. انا الي ذمم على طلبه ابناء شرق غرب المفرق وابناء عجلون وابناء البلقاء وابناء جراش 5,600,000 دينار الان الي عليهم ذمم، وتخرجوا لم يتمكنوا من دفع رسومهم وتخرجوا من عندي. هاي طبعا رافع اقتصادية، انا بساعد الفقراء. لما بجيب انا بيجي عندي واحد بدوي دين 5.6 مليون 5,600,000 دينار ذمم لجامعة جرش على الطلبة اللي تخرجوا مش على المقاعد. الان في على المقاعد في عندي بجوز تقريبا مليون دينار. انا بدل ما تقول لي الله يعطيك العافية، قاعد بيجيني طالب من مفرق طالع من المغارة، اهلته بعد 4 سنوات الان يصير طالب بتحدث بلغة حضارية، بتحدث بقول والله انا الان معاي شهادة. هذا الجانب الاقتصادي يا سيدي والاقتصاد الاجتماعي. بقول لك خليني ارجع انا فكرتي انه خلينا نقول راس المال بالبلد باي بلد هو راس مال وطني، سواء من جيبتك كقطاع خاص ولا انت كماليه عامه. اذا نظرنا انه والله انا بدي اذبحك مشان انقذ الدكتور عبد الله فقد ارتكبت جريمه، او اذبحه مشان انقذ الان المخرج، المخرج اني انا بدي اساوي يعني ننزل مثلا من 60 ل 50. انا ما بقول هيك، انا بقول شوف خلينا احنا بناخذ دائما قدوتنا والله الاقتصاد الامريكاني.